الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أردت قصيدا أنظر إلى الأفواه، هو قال والصلاة والسلام على رسول الله، ولا واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالأفواه، والله نظرت للأفواه، الغالب ما رأيت أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لسه ما انتهاش، النبي يقول أتدرون من البخيل؟ من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله كتاب الصيام، قال باب متى يؤمر الصبي بالصيام. متى؟ كتاب الصيام، سأذكر لك الأحاديث والأخبار والأثار التي ثبتت عن النبي المختار وعن أصحابه الأخيار في الكلام على الصيام وأحكام الصيام. نعم قال الإمام رحمه الله أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق بن همام بن عم معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال يؤمر الصبي عن معمر عن من؟ عن أيوب عن ابن سيرين عن أيوب. نعم قال يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله وبالصوم إذا أطاقه. قال عبد الرزاق رحمه هو قطع ولا أوقف ولا رفع؟ عن ابن سيرين وقف. نعم نعم مقطوع يعني. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين وذكر بمثله. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري وقتادة وذكر بمثله. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج ومعمر عن هشام بن عروة قال كان أبي يأمر الصبيان أبوه عروة بن الزبير قال كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها والصيام إذا أطاقوه. يعني هو في هناك حديث عندنا في الصحيح قالت كنا نصوم صبياننا أو نعودهم على الصيام ونلهيهم بلعب العهن، فالمسألة مسألة الإطاقة، والحق بأنه ما دام الصبي ليس مكلفا لا يجبر على صوم ولا على صلاة، إلا في الصلاة فأنه يعلم الصلاة في السبع ويضرب ضربا خفيفا في العشر، وإن لم يكن مكلفا، لأن الخير عادة كما قال ابن مسعود الخير عادة، فعودوا أولادكم على الطاعة فإنهم إن ألفوها لا يتركونها. قال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام لأن الصلاة هي أهون. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن أبي رجاء عن مكحول أنه قال يضرب عليها لعشر سنين ويؤمر بها لسبع سنين. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان يؤمر الصبي بالصلاة إذا أصغر. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن مرزوق. أنت في كتاب الصلاة ولا في كتاب الصوم؟ الله طيب يعني كل الأثار على الصلاة تصدق. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن مرزوق قال سألت ابن المسيب متى تكتب على الجارية الصلاة؟ قال إذا حاضت. قال قلت فالغلام؟ قال إذا احتلم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن المبارك قال حدثني حسين بن عبد الله قال حدثني أم ياسين. حدثتني ما؟ هو كتب حدثني أم ياسين خادم ابن عباس. إزاي شيء خادمة له إيش فيها؟ نعم. أن ابن عباس رضي هو فكر أم ياسين وخادم قال لك إيه دخل النساء في الرجال ولا إيه اللي بيحصل هذا؟ نعم. أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أيقظوا الصبية يصلي ولو بسجدة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن الأعمش عن عمارة ابن أبي الأحوص قال عبد الله حافظوا على أبنائكم في الصلاة. يعني عودوهم عليها وتابعوهم في ذلك، وأخشى أن يكون الولي مأمورا بذلك بل هو مأمور، فلذلك إن لم يعود الصبي في السن السبع أو العشر في التعليم والضرب عليه في الصلاة يأسم هو، لا يأسم الصبي لأنه غير مكلف، لكن هو يأسم، الولي يأسم بذلك لأنه مأمور بهذا. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. قل مرة ثانية الحديث الرواية عن من؟ قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده. ابن أبي ليلى يا ابني، ما هو لبيبة دي أنا ما أعرفش يراوي فيها، هو محمد بن أبي ليلى.
لبيبة. طيب خلاص. عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي ليلى جزما الآن عن جده ابن أبي ليلى جزما ولا لبيبة ابن أبي ليلى. نعم. قال عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صام الغلام 3 أيام فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. إذا صام 3 أيام فوجب عليه شهر رمضان وإن لم يبلغ الحلم. هذا كلام ما يصح. في أي سؤال؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.